مساء الخير يا جماعة، النور كيفكم؟ تمام، الحمد لله. شو أخباركم؟ شو سويتوا بالعطلة؟ أنا عملت الواجب اللي حكيت عنه. اليوم ما رح نفتح شير سكرين ولا حدا، لأنه هلأ في قرارات جديدة، هلأ بس ليجوا الكل بيحكي لكم عنها. يعني إن شاء الله أنا عم بحاول إنه يكون يعني شيء أحسن لكم مشان تقدروا تستفيدوا. واليوم حتكون آخر محاضرة لنا بالمستوى المبتدئ، يعني يمكن الأسبوع الجاي ما في محاضرات، الأسبوع اللي بعده بنبلش بالمستوى الثاني من الفوتوشوب. رح أعمل لكم بروجكت اليوم بكتبه وببعث لكم إياه على الجروب، بتجي إن شاء الله يوم الأربعاء إنه عاملينه. الكل بيسلمني وبصلح وبحكي لكم. مساء الخير. مساء النور. في حدا واجهته مشكلة حاسين حالكم مستفادين شي من الدورة؟ حدا طبق غير الأشياء اللي أنا حكيت عليها؟ أنا جربت أعمل فلاتر على الصورة بالهاي الأداة اللي فوق بالشريط، صراحة أنا استفدت كتير لأنه ما كنت بعرف أبدا عن هذا الموضوع، يعني هي أول مرة بستخدم وبجرب هذا البرنامج. يعني والله أنا كتير حابة إنكم تستفيدوا عن جد، يعني الفوتوشوب كتير حلو كتير كويس. حسيت شي حلو أنا عم طبق، يعني جد كتير ممتع، إنه يعني بتعبي أوقات فراغك بشي كتير مفيد. صح. هلا أنا واجهتني مشكلة بالتلوين، يعني الصورة الأبيض والأسود لما لونتها، يعني لما سويتها صورة ملونة كتير كتير، يعني عذبتني، بدها ليه؟ دقة وبدها صبر ايه طبعا اكيد، يعني يمكن انت مختارة كتير تفاصيل بالصورة لهيك. هاي الاشياء اللي ما عنده خبرة فيها بتتغلب اول شيء، بعدين بالعكس بتلاقي حالك انه يعني ما بياخد معك وقت بسرعة، بس لانه هو بده ممارسة. انت قد ما عملتي صور قد ما خلاص رسخ بمخك الشيء، بتحسي انه خلاص يعني بتاخد ايدك بسرعة عليه. طيب، ما بدك تشوفي الشغل اللي اشتغلناه؟ والله هلأ خليني أشوف بس شو حيصير معنا اليوم. أنا ما رح أعطيكم شي كتير، في استبيان رح وزعه عليكم بتعبوا، هو للجهة المانحة، يعني انتوا لازم تقيموا الدورة لأنه هاي آخر محاضرة لنا فيها. في حدا عنده مشكلة أو شي يعني حابب يحكي لي إياه مشان نظبطه بالمحاضرة أو شي؟ والله أنا أول كم درس ما كان عندي البرنامج، إيه فما كتير على بعرف أشتغل عليهم، أما تبع نغير الألوان ونعمل هذا كتير اشتغلت عليهم، يعني بالفترة هاي أبيض وأصفر كتير عرفت عليهم. تمام. اليوم أنا رح أرفع العناوين للجهة المانحة ورح يمنتجوا الفيديوهات ورح ينزلوها يا مؤيد على الصفحة تبعتهم. أنت فيك حترجع لهذا، ما يمكن حنوقف أسبوع بعدين بنبلش بالمستوى الثاني، بيكون معك وقت، بتكون شفت الفيديوهات كاملة. تمام، تمام، لأنه في بروجكت أصلا بتكون تعملوه هذا مشان نشوف يعني شلون صار مستواكم، إنه فيكم تدخلوا على المستوى الثاني ولا لا. راح كل إن واحد شاء يعمل الله على صور معينة إشي شكل إن شاء الله. بس لكل بعدين المواضيع اللي أخذناها. تفضل. بس بدي الباسبور تبع الميتينج، طالبه مني في مجال لو غلبتك. لا هلا هو المفروض إنه بيكون هذا الرقم اللي بالزوم 9664429، وفي هون اي دي على الشاشة ما بعرف إذا هو، حبعت لك الرقمين. بعد إذنك عم اه غلبك. باسورد بدك باسبور الباسورد. هلا بصور الشاشة أنا وببعتها على الجروب. باسورد الباسورد 404261. يس أيوة. مس ياسمين، أنا يوم الأربعاء صراحة كتير 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 صعب إني أحضر الحصة وأقدم البروجكت، فممكن إنه أعمله يوم الخميس وأبعت لك إياه على الواتساب. هلا على الواتساب ما بيزبط تبعتي لي، ممكن على الايميل لانه بي اس دي بدك تسيفي، فعلى الواتساب يعني ما رح يفتح عندي لانه بده لابتوب، بس بعطيكي الايميل تبعي بتبعتي لي اياه. طيب ماشي، يعني ممكن الخميس او الجمعة لانه يوم الاربعاء كتير صعب اني اعمل. طيب ماشي، ما في مشكلة، اي حدا يعني بيكون ما عنده وقت، المهم خلال الاسبوع هذا تكونوا عاملينه. تمام.
تمام. مس بس ممكن تبعتي لي إيميلك؟ يلا هلا ببعث لك اياه على الجروب بس نسكر. تمام شكرا. عفوا. وقصة الشير سكرين حنصير هلا هم محصتين بالاسبوع، الحصة الاولى حطبق فيها عن المحاضرتين، والمحاضرة اللي بعدها يعني الاثنين يوم الاربعاء حتعملوا شير سكرين على الشغل اللي اشتغلنا. تمام. في حدا عنده اعتراض؟ في حدا حابب يحكي فكرة يعني احسن؟ اغياد وينك؟ انا هيني هون. شو رأيك بالحلول؟ انا حكيت لك من قبل اذكر انه بدنا ببداية الجلسة تكون هي المحتوى اللي راح نوضعه والهوم ووركس والهاي، يا اما شير سكرين باخر المحاضرة، يا اما مثلا نرفع لك اياها درايف او ايميل او شيء مثل هيك احسن صراحة. تمام. يعني هلا حنصير ناخذ محاضرة مثلا فيها اربع محتويات، المحاضرة اللي بعدها تعملوا شير سكرين، شو رأيك بالفكرة؟ هلا اوكي اشي حلو تمام، بس انه نقدر المحاضرة اللي بعديها كلياتها شير سكرين، اعتقد انه راح تكون في نسبة منها ما راح يحضر تمام، وهذا وارد كثير. والاشي الثاني انه محاضرة كاملة انا اعمل فيها مثلا شير سكرين يعني ساعة ونص علي، ف نوزع قصدك نستغل يعني بهاي الحالة راح ياخذ منا محاضرات زيادة. يعني لو فرضنا احنا كان بدنا مثلا خمس محاضرات، بهاي الحالة اذا محاضرة محاضرة هوم وركات والمحاضرة الثانية هي المقررات، فراح ياخذوا منا 10 بدل الخمسة. تمام خلاص ما في مشكلة، معناته حناخذ المحتوى واخر المحاضرة بنعمل شير سكرين وهيك بضل نفس الشيء يعني، بس المهم انه المحتوى اللي بدنا ناخده بناخده ببداية المحاضرة. هو نحن بنقدر كنا نخلص الوقت اذا بيكون مثلا بس اللي عنده مشكلة يعمل شير سكرين، واللي ما عنده مشكلة عادي يبعث الهوم ورك تبع سكرينات. يعني انا ليش اعمل شير سكرين اذا ما عندي مشكلة مثلا؟ صح يعني ممكن، بس انا حابة اشوف انه الليارات وشلون اشتغل. اوكي بنفس الوقت بعمل سكرينات، سكرين الاول هي الصورة، السكرين الثاني هي الليارات تبع الصورة. يعني هو بس عشان الوقت، لانه الشير سكرين راح ياخذ اقل شيء نص ساعة يعني، ونحن عددنا مو قليل. تمام ماشي ما في مشكله، خلاص معناته بدنا نرد على مشوره اغياد وحتصير نعمل هيك. تمام يا شباب ويا صبايا، في حدا حابب يحكي شيء؟ لا تمام تمام. نفس المحاضره ناخذ شيء ونعمل سكرين، نعمل شير سكرين للشيء اللي عملناه المحاضره الماضيه. تمام. هلا حاعطيكم انا اليوم ما بدي احكي اليوم شو رح ناخذ. هلا بدي احكي يعني ما رحنا هلا اليوم حناخذ كيف نظبط الصورة. يعني مثلا انت صورتي صورة لحدا، هذا الحدا عنده حبوب بوشه وعنده مثلا مشكلة، كيف رح نقدر نخفيها من الصورة؟ يعني كيف هلأ مرات منروح على المصور بتلاقي حالك كتير هيك صرتي بيضة، في إضاءة في فلتر في أشياء، يعني كأنه الوجه كله صافي. هذا الشيء حنتعلمه اليوم. هاي الصورة اللي رح نشتغل عليها. تمام بدنا نحاول نخفي قد ما نقدر هذا الشيء، بس يبين يعني طبيعي يعني مو شيء مبالغ فيه. حنخفي هاي الحبوب وبنعمل تنعيم شوي للبشرة. هلا أول خطوة لازم نساويها بدنا ننسخ اللاير، نعمل له كوبي. شايفين هي صار عندي لاير. كيف نسختيها ممكن تحكي لنا؟ كنترول جي اكتبوها عندكم، كنترول جي بتعمل كوبي لللاير. تمام. مرحبا مس. اهلا. اسمعك بخير. لا عادي ولا يهمك. الله يسعدك يا رب.
نختار هاي الأداة شايفينها؟ هلا شو اليوم هي الحصة مس؟ عن شو؟ هذا عن الشيء هذا اللي بدنا ناخده، بدنا نخفي شوائب من الوجه. تمام. يا ريت تحكي انت عم تشتغلي، اشرحي لنا كيف. دقيقه علق عندي الجهاز، راح اطفي الشير وارجع اعمل. تمام. صار يكبس بعدين شغلات غريبة الجهاز عندي، ما بعرف شو بقى. بلشنا نخفي، ماشي مركزين معي؟ لازم تحدد اول شيء مس ولا بدون تحديد؟ لا بدون تحديد، انت وين في مكان مثلا حبة او في اثر لشيء بدنا نشيله. تمام. شايفين شلون عم يختفي؟ طب إذا كان في سواد أو إشي بروح ولا لا؟ بس الحب ولا هيك شيء؟ يس، بس هذا بإشي تاني غير هاي الأداة. تمام. والتجاعيد وهيك للمرض الكبير، الختيارة والختيارة كمان بدأ ثاني ولا نفس الأداء؟ لا مو نفس الأداء هاي. بس يا محمد انت صح؟ محمد نس. يا محمد هاي بس بتخفي الأشياء اللي بالوجه. تمام. هاي بتفيد للناس مثلا اللي بتشتغل بالتصوير. هلا انت شو كتب شو كبستي؟ كنترول جي مشان ننسخ طبقه اللاير. تمام اوكي، عملنا لاير جديده، بعدين اخترنا هاي الاداه اللي عم بشتغل فيها، شايفها هي فوق البرش. اوكي تمام. بس في أداء أخذناها أول الدورة كمان ممكن، بتوقع ممكن تساوي نفس الفكرة هون. أي واحدة؟ اللي كان في صورة منطاد وحذفت الصورة وضل صورة لا 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 لا، دير بالك يمكن تحذف الكاد هون إذا عملتيها. يس هاي، لا هاي إذا أنت بدك تشيري شيء ما بدك إياه من الصورة، هون إحنا بدنا نعدل على الصورة. أيوة تمام فهمتي. حاسينها تغيرة؟ تمام. كتير حلوة فكرة هاي الأداة، يعني فيكم تستخدموها يعني لصوركم. حلو. هلأ بدنا نعمل كمان كنترول جي، بدنا ننسخ كمان طبقة. تمام.
تمام. نروح على البرش ونختار آخر خيار منها. هاي المكسر برش تول. تمام. بتختاروا من هاي الخيارات اللي ما عنده most heavy mix يختارها اللي هي هاي. تمام. تمام. هاي لأنه بعد ما شلنا الشوائب هاي بتخفي مثلا إنه اشتغلنا عن الصورة، بتعمل تنعيم للبشرة. حلو. ما بتخليها تبين إنها معالجة. ما تبينها طبيعي. ما عندي إياها أنا. لا مستحيل ما عندك إياها، بتكون مخفية مثلا بأداة تانية يعني مو ظاهرة. هلأ بفرجيك دقيقة، خلينا نخلص. نور، نور معنا؟ وين بتحس في شي مو ظابط ساوي، عدل عليه. شوفوا هاي بعد التنعيم، حاسين بفرق؟ ايه في فرق كبير. في فرق. هيك كانت الصورة. تمام. في حدا عنده سؤال؟ مين اللي سأل عن الأداة؟ أنا كنت أقول إنه مو ظاهرة عندي. طيب أعمل سكرين. شوف عندي. شوف هذا هاي الأشكال. هاي ما طالع عندي، هاي كلها ما عندي إياها. لا بيكون واحد من الأشكال هاي، انتبه على الأشكال اللي تحت، ممكن يكون هذا المربع المستطيل وفيه هيك شحطات من الجنب، أو العين هاي، أو السهمين هدول. ما طالعين عندي، ما بعرف. طيب ماشي بسرعة أعمل شير سكرين. يا جماعة حدا عنده سؤال عن اللي اشتغلته؟ ما بعرف. أنا باين عندي سؤال. إيه فتح دقيقة هلأ. شايفي هدول الثلاث نقاط تحت؟ هاي اعمل عليها شوف. اعمل كليك يمين. ليك هاي ولا هاي؟ لا نحن اشتغلنا على السبوت هيلينج. سبوت سبوت هيلينج بس. هاي هي. تمام بس توقف بعدين بتطبق مع نفسك. بس لا شفت انه حنين. يلا يلا تمام يا جماعة. اي حدا ما بتفضل. هلا هو وقت عملها تمام كانت الدائرة عنده كبيرة، كيف بدي يصغرها؟ انه مثلا حسب الصورة احيانا الواحد بيحتاج انه تكون المساحة اللي بيشتغل عليها يا صغيرة يا كبيرة. صح هلا بفرجيكم اياها. حلو سؤالك زكي. هاي شايفين هون هاي بتكبر وبتصغر قد ما بدك البرش. تمام مس بس كيف الثانية عملتيها تبع التنعيم؟ التنعيم استخدمت البرش تول. لحظة بس خليني فرجي أغيط شغلة.
مثلا كنت انا مختاره البرش طول والهارد هارد راوند انسى. وممكن عن طريق حرف الدال والجيم. الدال والجيم بس هن صعب يحفظوا الاختصارات هلا كثير بكير عليها. لاحظت انت يا اغيد على حجمها قد ايه صارت؟ تمام. أداة التنعيم من البرش يعني. هاي بعدين اخترنا الميكسر برش تول آخر واحدة آخر خيار، بعدين اخترنا من هون اللي هي هاي الهيفي ميكس. مس طب أنا في عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للهيفي ميكس هي موجودة بكل إصدارات الفوتوشوب ولا في إصدارات إيه وإصدارات لا؟ لا هي موجودة بكل إصدارات الفوتوشوب. تمام. انت اي اصدار عندك اي سنة؟ انا عندي 2015. جربت نزل 2020 كتير بس ما زبط. بس انا يعني الفوتوشوب كتير تطور بال 2020 يعني. صار حتى استخدام الادوات فيه كتير اسهل. فانتوا حاولوا انه تنزلوا 2020 لانه عن جد كتير كتير سهل على المصمم. تمام. مس الهيفي ميكس في منه نوعين، في منه مويست وفي منه ويت. أنا واحدة عفوا شو سؤالك؟ الهيفي ميكس في منه نوعين، في واحدة مكتوبة الموست. لا مو اللايت، مو اللايت ميكس، الهيفي ميكس اللي فوق في الويت. الموست يا موست. أوكي مويست هاي باللائحة الثانية. اوكي تمام تمام. ضل حد عنده أي سؤال على اللي اشتغلناه؟ رح ناخد شيء تاني اليوم ولا بس هيك؟ والله أنا حاب يعني أنا ما قررت شو بدي أعطيكم يعني ما حضرت لمحتوى معين، بس إنه حاب أفرجيكم البوستر كيف بيتصمم. شو رأيكم؟ أوكي. مشكلة. لا تمام أوكي. تمام أحسن. إذا في مجال تعلمين شلون نبيض البشرة ونخفي الهالات السوداء تحت العين مثلاً؟ لا هاي كتير بكير عليها لسه. تمام يعني إن شاء الله بالمستوى المتقدم من الدورة بناخذ هاي الأشياء معالجة الصور كاملة. هلا هو الهدف من يعني المرحلة الأولى من الفوتوشوب انك تتعلم على الادوات. يا مين سال؟ تمام شكرا. تمام بعد اذنك انا كمان بدي اياكي تعلميني كيف انه اول شيء اعطيتي انه كيف نخفي شيء من الصوره. هاي ما عاد عرفت كيف اسويها. تمام انا قلت لك انه تابع هلا الاسبوع الجاي ان شاء الله هم من الجهه المانحه حينشروا كل الفيديوهات. اوكي تمام 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 مشان ما نعيد يعني مشان تاخذوا شيء جديد يعني انه هذا الشيء تسجل هلا فيك ترجع له يعني. صحيح. هلا البوسترات اغلب القياس تبعها بيكون A4 ورقة A4 بتعرفوها. واضح هذا الشيء شرحته صح؟ بس ممكن سؤال من السؤال. تفضل. كنترول جي تنسخ الصورة؟ لا ما بتنسخ الصورة الكنترول جي يا محمد، بتعمل كوبي لللاير تنسخ اللاير. تمام شكرا. عفوا. هنروح على البرنت. نختار A4. عم تسمعوني؟ نسمع. عمل الشير.
هذا اخترتيه من برينت؟ يس. برينت شو الفورم اللي اخترتيه هون؟ A4. A4 تمام. بدنا نعمل بوستر لطبخ أو مطعم، شو رأيكم بالفكرة؟ تمام حلو، بس أنا كنترول تي ما زبطت معي مشان أكبر الصورة على البكرة، طب كنترول وزائد كنترول بلس شو هو؟ كنترول تي قلتينا إنه إذا بدنا نغير حجم الصورة صح. إيه بس انا ما عم تزبط ما عندي على اللابتوب، ما عم تكبر، بس كنترول بلس او كنترول ماينس. لا هي المفروض لازم تعمل عندك. ما عم يطلع هيك عندي حواف، بحس اقدر انه اكبر واصغر.
بس ممكن تحكي لنا شو عم تساوي؟ هلأ بشرح لكم كل شيء ساويته. هلأ أنا بدي صمم بوستر لمطبخ يعني، أو لهذا الشيف يعني لمطبخه، بس جبت صور يعني من الأشياء اللي تعلمناها، ما زدت شيء جديد، بس بدي أعلمكم مثلا يعني كيف بالأدوات اللي اشتغلناها شو ممكن نساوي. يعني إذا لاحظتوا أنا قصيت بالكويك سيلكشن وجبت هذا الطباخ، وجبت صورة عملت من الأوبن وهيك صورة البيتزا، وعملت مستطيل صغير تحت. أنا بدي أسألك سؤال. تفضلي. هل صورة البيتزا كيف خلتي هيك تصير منحنية؟ كبستي عقدات ولا هم نفسهم الخطوط؟ لا من كنترول تي، من ما مثل ما علمتكم. تمام. شوفي هاي سويت أنا كنترول تي، بعدين في هاد سهم صغير شايفينه؟ تمام. هذا هذا بس تنقروا عليه بتقدروا تعملوا الشكل اللي بدكم اياه بالصوره. تمام. هلا كنت بدي اعمل تكست انا لهون، بوقف يعني شايفين صعب عليكم؟ لا تمام، يعني كله اخذناه من قبل، بس عم تطبقي كل شيء اخذناه. لا سهل سهل، انا ما بدي اعجئكم، اذا حاسين انه كثير معجوين عادي انسوا التصميم كامل. أغياد وينك يا محمد؟ معك معك مس، بس عم نطبق. شو رأيكم بالفكرة؟ صعبة حاسينها عليكم كمبتدئين؟ أنا لا الفكرة ما أنا صعبة، أنا من عندي عادي ما عنديش مشكلة، ما فيها يعني أشياء جديدة أو أدوات جديدة. ما هذا اللي بحكي فيه، يعني أنا حاولت يعني أخترع لكم شيء يعني من ضمن المادة اللي أخذناها، يعني ما بدي زيد عليها شيء. تمام؟ تمام تمام. شو بدنا نسميه؟ الشيف شيكاغو برجر، بيتزا قصدي، شيكاغو بيتزا أشهر نوع بيتزا هي في شيكاغو. إنه نحن عاطين الشيف، بدنا شيء يعني إله دخل بالطباخين. يلا اقترحوا بسرعة. أو مطعم إيطالي بما إنه بيتزا، شو رأيكم؟ تمام تمام.
معي؟ اه معي ولا انتم؟ لا ما نمنا. لا معك. تمام. هلا هذا التصميم كتير بسيط وكتير اهبل،
يعني بس نحن بدنا نطبق عليه الأشياء اللي أخذناها. منو بتتعرفوا إنه البوستر كم قياسه؟ قياس البوستر طبعاً ثابت E4. حدا عنده أي سؤال؟ حدا فهم ما فهم الشيء اللي سويته أنا؟ لا تمام سهل، بس بدي أسألك، أنا عندي الأحرف يوم أكتب بالعربي بتطلع مفصولة عن بعض، يعني هو لأن أنا منزله نسخة إنجليزي فما بكتب عربي؟ هو المفروض يكتب عربي يعني. لا ما بي يوم أكتب يعني أعمل تكست أكتب بالعربي بيعطيني يعني كل حرف لحال separated. لأنه أنت لما نزلت البرنامج ما حطيته يدعم العربية، يمكن إذا انتبهتوا أنا لما بعثت لكم من الخطوات إنه تحطوا شيء فوتوشوب يدعم العربية عشان تقدر تكتب. هلأ بس يطلعوا، بس يطلعوا الطلاب. هلأ بتعمل لي شير سكرين بشوف شو الشيء الثاني اللي بدك تسألني إياه وبشوف الخطأ إن شاء الله. إيه تمام يا جماعة، تمام. كيف التصميم تمام. الأهبل حلو، ليش أهبل؟ إنه شيء بسيط هذا كابتدائي يعني. أنا بتذكر أول مرة رحت على يعني هيك أول فصل كان بالجامعة، عملت هيك تصميم بخوف، كنت كتير طايرة فيه مبسوطة، فاكرة حالي مصممة. آخر شيء الدكتورة حطت لي 12 من 20، ضليت يمكن أبكي يومين دور ما كنت طايرة فيه مبسوطة إني مصممة تصميم. لا لا السعادة حلو قدام تصاميم، يعني ما تشوفي تصاميم بتخوف زيادة. فهمتوا شو فكرة البوستر؟ البوستر بيعبر عن شيء، مثلا كيف بوسترات الأفلام، بوسترات المطاعم، الأشياء، يعني شيء بيعبر عن شيء تبدأ تسوي له دعاية وإعلان. تمام. هلا انا رح اطلب منكم تصمموا بوستر من ضمن البروجكت، بس ما تعملوا شيء عن المطعم، اعملوا شيء ثاني يعني. بس انا مشان ما تقولوا انه ما اخذنا بوستر، فانا حبيت يعني بس هيك اعمل بوستر سريع قدامكم، حتى ما حضرت له مشان يعني يطلع معي شيء خفيف. تمام، مشان ما تحسوا انه فيه صعوبه. تمام، يعني هلا احنا نعمل بوستر الواجب طبعا الهومورك. هذا واحد من الاشياء البوستر. البروجكت راح يكون شامل من اول محاضره اخذناها لحد اخر محاضره، واي حدا ما حضر مثلا وبده لسه ما كانت الجهه المانحه منزل الفيديوهات عادي بعثوا لي بساعدكم انا. متى راح تكتبي لنا تفاصيل البروجكت والديدلاين تبعه؟ انا اليوم راح اعمله إن شاء الله، بكرة الصبح ببعث لكم إياه على الجروب إن شاء الله. ما تنسوا الاستبيان اللي بعث لكم إياه على الجروب، الكل يعبيه وبعث لي، بس اللي بيبعث يبعثوا للجهة المانحة يبعث لي إنه بعته عشان أشوف مين بعته ومين ما بعت. تمام تمام. هلأ أول ما نسكر روحوا عبوا. هو أنا صرت معبيه، عبيته أول ما بعتيه. ما شاء الله عليك. حدا عنده استفسار يا جماعة أو سؤال مشان الأشياء اللي أخذناها اليوم؟ ونحن معنا شيء جديد اللي هو تبع الشوائب، يعني هذا عبارة عن مراجعة على الشيء اللي أخذناه. صح، هذا ريفيجن بس. يس. بس هي الجديدة تبع البيتزا كيف خليتها ترتفع لفوق الصورة. ما بدها شيء هاي البيتزا، مثل ما علمتكم من هون بتشيلوا الحواف شوي من هون شوي من هون بتصير معي. تمام تمام تمام. طب سؤال، انت ميلت البيتزا هيك لفوق، ليش استخدمت البين تولز؟ عشان تاخذي خط يعني عليها؟ ايوه، بس مشان حدد خط يعني ما اطلع عنه، وما اطلع عنه يعني يحدد لي مثلا وين بدي اخذ من اي جهه. طب بقدر مثلا داوية. انا اخذ خط نفس اللي اخذتيه انت من الزاويه لحد الزاويه اللي كنت راسمتيها، تمام؟ وبعديها انا مثلا اخذ صوره البيتزا واخليها بلاير تحت اللاير تبع
الخشبة مثلاً؟ أكيد. فتطلع كصورة هيك بدون ما هي مايلة؟ يس تقدر، بس هون لازم تستعمل البنتور، هذا الشيء اللي بتحكي عنه. أوكي. أنا كنت بدي استعمل البنتور، بعدين تذكرت إنه أنتوا ما أخذتوا معي، فلغيت الفكرة كلها، حتى حذفته من اللايرات، ما بعرف إذا انتبهتوا. يعني هلأ ما أنا موجود هون باللاير اللي اشتغلت فيها، لأن أنا كنت بدي استعمل البنتول أول شيء، بعدين ذكرت إنه أنا ما عطيتكم إياه، فقلت خلاص خليني أحذفه عشان ما تضيعوا بالمادة. يلا منيح إنه في حدا مركز معي، يعني هاي سؤاله كتير ذكي، يعني ما حدا انتبه إنه أنا مثلا استخدمت بنتول وبعدين رجعت مسحته، ما حدا سألني ليه. لا أنا انتبهت إنك أنت عم تستخدمي أداة ما كنت بعرفها وكنت أسألك عنها، بس هو سبقني. يلا هاي أداة البنتول، هي شوي صعبة هيك وغليظة، فأنا لما علمتكم إن هي تستخدم للقص للرسم لهاي الشغلات، بس الكويك سيلكشن كتير أسهل منها، عشان هيك أعطيتكم إياها أنا. يعني بنرسم فيها على الأغلب من أصل الأشياء. خلوني أعمل ستوب شير. خلاص في حدا بده يسألني قبل ما أسكر عن شيء؟ أنا لا، يعطيك العافية مس. الله يعافيك. أغياد وينك؟ أنا هيني هون. كيف المحاضرة اليوم أحسن؟ المحاضرة منيحة، واللي قبليها كانوا مناح يعني ما فيهم شيء. طيب شو رأيك بالتصميم الأهبل؟ ما أعطتنا رأيك. لا ليش أهبل، بالعكس حلو. يعني أنت حاس إنه استفدت منه مثلا، يعني عملت مراجعة، يعني هلأ على الشيء اللي عملته أنا حتقدروا تبنوا بوستر؟ أكيد، بس طبعا أحلى من اللي أنا سويته. هلأ يعني بجوز يطلع أحلى لسبب إنه نحن معنا ساعة وساعتين وثلاث، أما أنت معك نص ساعة جبت الصور هيك كيف ما كان وزبطيهم، أما نحن يمكن نمخمخ على الصور لحتى نجيبهم. وهذا أنا اللي بدي أوصل له، صح إنه أنا بدي تبنوا فكرة على الشيء اللي أنا استخدمته بسرعة ويطلع معكم شيء كتير أحلى. هذا الهدف من المكان، إنه أنا ما كنت محضرة لشيء، بوستر ما بياخد وقت يعني كتير، بس أنا ما حبيت أحضر له قبل بوقت مشان ما يطلع كتير يعني بده شغل وما تعرفوا له. هو هيك، نحن أصلا رح يكون معنا وقت ننقي الصور براحتنا، نظبطهم نشوف هاي ظابطة مو ظابطة، نشيلها نجيب صورة بدالها، ف رح يكون أي حدا صح، أي حدا بتواجهه أي مشكلة عادي يبعثوا لي بأي وقت، بكون أنا يعني أول ما بشوف برد عليكم، ومشان يعني تاخدوا فكرة أوسع بالبوستر اللي راح تصمموه، حطوا على جوجل بوسترات مثلا الشيء اللي أنت بدك تساوي، وخدوا فكرة، خد فكرة من هون وخد فكرة من هون وجمعها ببوستر واحد، هيطلع معكم شيء كتير حلو. سلام. أوكي تمام. يلا يعطيكم العافية، اللي بحب يطلع يطلع، واللي بده يعمل لي شير سكرين يفرجيني شيء يضل. بدي أعمل لك شير سكرين بعد. ماشي. وأنا كمان بدي أعمل لك شير سكرين. ماشي. الله يعافيكم. ما بعرف إذا بان عندك ال. إيه إيه طلع عندي. هلا الأول شغلة إنه كنت أسألك الكتابة، إنه هاي يوم أعمل لما بدي أكتب هيك. لا يا يعطيك الف عافية. الله يعافيك. اعمل ديليت. اعمل ديليت او في حفات عن اكثر من صورة هيك.
ما تفك اللي... ما تفك القفل، اتركه. رجع افتح لي عصورة تانية، ما تفك القفل. تمام. تمام. اعمل لاير جديدة، نيو لاير. يس. لا ما تعمل، انت عملت كوبي لللاير هيك. اعملها ديليت. اعملها ديليت. طيب. يس. وبعدين في عندك تحت زائد صغيرة تحت اللايرات تحت هون. اعمل طيب. عليها هيعطيك نيو لاير. يس. روح على الكتابة، الكتابة على التكست واعمل. يلا اكتب. تمام. انا كنت اعمل كتابة دغري. لا ما بي هيك الاحرف العربية. شفت زبطت. هلا زبطت، بس انه الاحرف العربية شايفة كيف؟ يعني مو موصولة مع بعض. لا قصدك. لا اكيد حاط. طب روح على خصائص الخط واختار خط معين. هون هو محطوط هاي محطوط ميريد عربيك. لا اختار خط عربي من هذول الابجد تحت. تحت اختار خط عربي هون. ايوه اختار اي واحد فيهم. جرب اكتب. هذا عربي قلبتن نفس الاشي. لا ما بيدعم العربية. ما بيدعم العربي. يس. تمام. السؤال الثاني بدي اقول لك انه انا شفتك قبل كنتي تستخدمي هاي للقصر. يس. حدد الصورة اللي بدك قصر. بس هلا انا عند لقيتك عندي هاي، يعني اذا بدي احدد اشي اعمل هيك مثلا، بدي احدد الوردات. بس هاي ما راح تقص معك يا مين، شو اسمك انت؟ مؤيد. يا مؤيد هاي ما حتقص معك. لكان بروح على الليستول هون اللي فوقه. اوكي اختي. ايوه اعمل حدد اي شيء بدك تقصه من الصوره. اوكي تمام. روح على ايديت. لا خليه، ليش شلته؟ خليه على ايديت. اوكي واختار كوبي. لا ما في كوبي. لازم كونكت او ايرفل يكون مفروض. لحظة ده. انت شو بدك تسأل؟ مو عن كونكت او ايرفل؟ قصدك انت كيف انه بدي اخفيها بحيث انه يعني اروحها بس مشان ما يبان اللي وراها، صح؟ ايوه. والانت شو سؤالك؟ انا قصدي على، انا كان قصدي اول شيء اسألك انه كيف انه القص هلا عم بلاقي فيه صعوبة احدد التفاصيل الصغيرة. صح. راح تحدد هلا في شيء جديد ان شاء الله بالدوره المستوى الثاني حاعطيكم اياه، حيكون كتير سهل. بس انت يعني الهدف من الدوره انه تتعرف على كل الادوات اللي بالفوتوشوب حتى لو ما استخدمتها في كتير اشياء. هلا البنتول كتير صعب تقدر تقص فيه. انا اعطيتكم الكويك سيليكشن كتير اسهل. هاي الاداه اللي عم تقول عنها المستطيل، هاي اول ما بتعمل مستطيل تعمل له انتر حيحدد كل تفاصيل الصوره. ايوه هذا قصدي. هاي انا بصراحه اللي بستخدم هديك، بستخدمها اذا بدي اكبر الصوره كثير واحدد شيء كثير صغير بس. صح صح بتزبط هاي وبتزبط هاي. ولسه حاعلمكم انا شيء عن طريق الشانل مو اللايرات، حتتفاجئوا فيه كثير كثير بحدد الصوره بادق تفاصيل لسه اكثر من هاي. حلو والله. طيب هلا شلون اذا بدي اخفي هذا بحيث يبان اللي وراه؟ هلا اللي بان اللي وراه بدك تروح على الليست تول. بس ليش ما زبطت معك؟ لانه في لاير. اول شيء احذف اللاير هاي تبعت الخط هاي. ايوه اعمل لها ديليت. يس. هلا اروح على الايديت. لا على الايديت. يس. هاي كونكت اوير فيل شفتها تحت الستروك فوق. كونكت وين الستروك فيل؟ بالقائمة الرابعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة هون اللي تحت منه. هاي ستروك اللي تحت. أيوة. بس عليها. ايه. اعمل اوكي. تمام. شفت شلون؟ بس انت بدك تحدد منيح لحتى يروح معك كل شيء.
تمام. هلا سؤال، هلا هي اللي بدي اعملها ما بتزبط الا بهي، اما بهي ما بتزبط صح؟ لا لا ما بتزبط بهي. اه فهمت عليك، بهي ما بتزبط الا هاي بدنا نحدد. ايه هلا اذا بدك تشيل السلكت التحديد بتروح على سلكت بتعمل ديسلكت. اوكي ديسلكت من هون سلكت؟ لا من قائمه سلكت. ديسلكت الخيار الثاني. ايوه ديسلكت لا لا لاير هاي لاير. اوكي اعمل كنترول زد. يلا راحت. يلا بترجع بتعيدها وبتختار الخيار الثاني. تمام يلا سؤال ثاني بس. هلا التكبير يلا. والتصغير ما عم تزبط كنترول تي عندي يعني. ها بس على البك بس كنترول تي ما عم يعطي بس عم بك بس كنترول زائد. لا الكنترول زائد لشيء ثاني يا ركز معي يا مؤيد. هلا قص الصوره هاي نعمل لها قص وننقلها على صوره ثانيه. لا مو بهاي الأداة. مو بهاي؟ لا بدك تعمل بهاي الأداة اللي بتحدد فيها أنت بالعادة. هاي. يس. هاي حددة. يلا اسحبها وحطها على صفحة تانية. اسحبها هاي. أيوة واحدة من الصور التانيين. اوكي فهمت عليك. يلا حطها هون. اعمل كنترول تي. كنترول تي. اوكي زبطت معك. شايفه ما طلع بس طلع التحديد ما طلعت الصوره. المفروض هي تطلع الصوره بس لانه انت يعني هي الصوره هذيك يمكن مو محدده الا من الجوانب بس المفروض هاي شفت اول ما عملت تطلع معك. اه صح تحضر طلع معي صحيح قبل ما كان يطلع معي هذا بس هو لانه الاداه اللي اصف فيها مو كنت سلكشن تول. شوفي كيف شكلها على شكل مربع مو بس عادي بيقدر يقص فيها عشان هيك طلع بالضبط بيقدر يقص فيها بس هو اللي لأن لسه ما شال التحديد. أنا عملت كنترول سي كنترول في قام دغري طلعت معي. يس اوكي هيك تمام. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. في حدا عنده أي سؤال تاني غير مؤيد؟ لا بس أنا حابة أعمل لك شير سكرين تشوفي اللي عملته قبل. كتير كنت حابة أفرجيك إياه إذا بتقدري. إيه أكيد لأنه لو أنت كتير كنت حابة أفرجيك إياه لأنه يعني أول مرة عملتهم فما بعرف إذا زبطين معي ولا لا. رح فرجي طلعت صورة البنت عندك؟ يس طيب رح فرجيني بالليارت كيف كانت فيها. تمام دقيقة بس. هي هيك كانت فأنا عملتها مثل ما أنت شفتي قبل شوي. لا كتير كتير حلوة. وعملت واحدة تانية بس جربي ركزي معي جربي حطي هون رجعي عليها. تمام حطي على واحدة فيهم واختاري كلر واختاري كلر من فوق من عند النورمال من كنت شايفة. لا ايه انا بدي هاي الشغلة اللي بدي اقلك عليها. انا المود مو كلهم حطيتهم كلر في شغلات حطيتهم غير كلر. يس يعني بس بالكلر بتطلع احلى انتبهت انك حاطة. في انا شغلات حطيتهم المود يعني مو كلهم عملتهم كلر لانه في درجه اللون ما زبطت معي بس لما حطيت على سوفت لايت مثلا زبطت. فمشان هيك سوفت لايت هو بيعطي شوي اضاءه شوي هيك زياده عن الكلر. بس الاشياء انا بحس انه الكلر كتير احلى بالالوان بس تمام كتير حلو حتى خطوه يعني كتير حلوه منك مثلا انه جربتي شيء ثاني ما اخذتيه. وكمان جربت من هدول من هاي الفلتر جربت كمان أعمل على صور تامي وكمان عملت هاي الصورة هاي.
ماشي هذا بس ما أخذنا نحن. أفرجيكي كيف ثاني. هي هيك كانت. انت لو ما طفيتيهم كلهم وطفيتي تبعت الجروب كثير كثير حلوين الجروب. فا تمام هاي كلها اشياء جديده يعني. اي شوفي هاي كمان عمليتها سوفت لايت ما عملتها كلاي حتى شعري البنت عملته هي. ايه كثير بس هيك بدك انت حابه افرجيك اياه. ما شاء الله استمري على نفس يعني المستوى يعني. أنا حبيته كتير يعني أول مرة بجرب على هذا البرنامج فكتير لقيته حلو. إيه كتير حلو. أي شيء بدك إياه بعتي لي عادي. تمام شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. يعطيكم العافية جميعا. يعافيك. الله يعافيك يا رب. يعافيك يعطيك العافية. الله يعافيك.